طبعا كثرت في الفترة الأخيرة الأقاويل على مبادرة معا ضد الغلاء في مدينة المباراة الجديدة أمام ابن بيتك. أقاويل كترت كتير قوي والناس تقول البطيخة ب60 جنيه وده ما فيش تفاعل مع الشعب وإن العملية دي عملية تجارية بحتة. مبدئيا بس كده حابين نوضح شوية حاجات عشان خاطر برضه الصورة تبقى كاملة ويبقى فيه شفافية ووضوح، لأن دي طبعا مبادرة تحت رعاية الحزب. كل القائمين عليها في الحزب ناس كلهم على خلق وناس كلهم نفسهم يخدموا الوطن وأبناء الوطن الكرام. فاحنا نشوف الكلام اللي اتقال على الفيس إن كان صح أو إن كان غلط، فقلنا نيجي برضه نبص بصة علشان خاطر برضه ادي الناس واقفة وادي المبادرة. تمام. طب عم السيد، شوف عم السيد مسؤول العمالة هنا في طبعا يا جماعة الشادر ده ليه نسبة مستحقة لجهاز مدينة النوباريه بتندفع، وفي طبعا عمالة، العمالة دي برضو بتاخد اجر مش شغالة ببلاش. الشادر اللي هو منصوب ده برضو نفس الشادر ده برضو اللي واخد المساحة دي برضو بندفع عليه فلوس، يعني ايجار الشادر نفسه بندفع عليه فلوس. فكل دي طبعا حاجات بنضطر ان احنا لازم نطلع لها هامش ربح عشان نقدر نغطي ونقدر برضه في نفس الوقت يكون السعر المتواجد احسن وارخص من سعر السوق اللي ماشي. ده اللي احنا بنحاول نعمله في المبادره، لان كلها دي مبادره مبنيه على الجهود الذاتيه. اي مبادره يا جماعه ما فيش اي دعم من الحكومه منها، دي بتبقى بالجهود الذاتيه. كان في اقاويل يا عم السيد بتقول ان البطيخ عندك ب 60 جنيه. والله حضرتك زي ما في تبع في ضد، ادي اول حاجه. تاني حاجة في زراعة، معروف البطيخ. باشمهندس باشمهندس، انت على الباشمهندس يقول واخد البطيخة بكام حضرتك؟ باشمهندس واخد البطيخة بكام؟ 35. 35 جنيه؟ اه تمام. مبسوط منها؟ حلوة؟ حلوة كويسة؟ حلوة بتاع لبس. كل سنة وحضرتك طيب. طبعا يا جماعة أنا جاي رقابة بصفتي المستشار الإعلامي للحزب، أنا جاي رقابة مفاجأة، أقسم بالله أقسم بالله جاي مفاجأة، ما في أي ميعاد مع أي حد. تمام. طيب الاسعار هنا ماشيه ازاي لما نيجي نتفرج على البطيخ كده؟ حضرتك هي طبعا بالاحجام، البطيخ ده بطيخ بتاع الاف بتاع بلطيم وكده يعني. تمام. في بطيخ واخد بالك بتاع الوادي، في بطيخ بتاع اسوان، وكل اللي بياكل بطيخ عارفها، عشان هي بياخدها واحده بس، حجم واحد، مش هي خوخ ولا هي تفاح اللي ممكن واحده تطلع منها واحده تترمي والباقي يتاكل، لا هي تتاكل كلها يا تسلم كلها. انا بطيخ بجيب زرع فاخر وزرع نظيف، الزبون بيجي وهو مغمض عارف هو هياخد ايه. يعني الزرع ده بيجي من بلاد بره المدينه؟ من بلاد بعيد بره المدينه، لو هجيب من المدينه هنا بيندفع عليه برضه عربيات وكبره وعماله وتنزيل. طبعا 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 موالين تنزيل وسوق العماله. طب عايزين نعرف كده البطيخ، نشوف الاسعار بتاعته ايه والنوعيات بتاعته ايه. يا علي يا مصطفى صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بطيخ واخد بالك زي دي، دي نوعيه تاني على دي نوعيه اسكاته بس مطعوم. اسكاته مطعوم؟ دي بطيخه وبرضه لونها حلو وطعمها حلو، بس مش هو اللي فيه طعم البطيخ وريحه البطيخ. تمام. زي يعني كده يعني ده لونها حلو وطعمها حلو، بس مش هي برضه البطيخ اللي مطلوب. دي حجمها واخد بالك ما يقارب ل5 كيلو. 5 كيلو واخد بالك 6 كيلو عامل 20 جنيه. ده ملاها 20 جنيه. تمام. في احجام اقل من كده في البطيخ العادي. تمام. يبقى البطيخ اساسا نوعيات. 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 هو مبني على النوعيات. وكل نوعية لها جودة معينة، وكل جودة معينة لها سعر معين. كل جودة معينة لها سعر معين. طب عايزين نعرف الأسعار كده والنوعيات على السريع كده. حتى في البياعة، حتى في من مكانه أصلا، الزرع النظيف البياعين عارفاه وكله بيتكلم في المزاد بنضجه. بنضجه كله بينطق، اللي عايز شايف الزرع العالي ده بيموت عشان ياخده، مش بيسيبوش. تمام. بيعلي اعلى سعر عشان ياخده. تمام. معروف الزرع. كل ما كان الزرع نضيف، كل ما بيطلع الزرع ما بيمسك فيه بيكون متمسك فيه. كل ما بيبقى سعره عشان يديله سعر اعلى. اما الزرع التعبان ده سعر ايه؟ في بيروح لاماكن الاسواق، لمناطق شعبيه. تمام. يتباع فيه. تمام. لكن هنا لو جاب بطيخه وحشه الزبون بيزعل وبيقول انا مش جاي عندك تاني. تمام. طيب عشان الفيديو ما يبقاش طويل برضه على الساده المستمعين عايزين والمشاهدين، عايزين نعرف مختلف الاسعار. الاسعار هنا بتختلف طبعا.
في من يعني تشيل لي حاجه كده تقول لي مثلا دي عامله كذا دي عامله كذا دي عامله كذا. حضرتك وهو اصلا كلمه بطيخه بتلف يعني بالكيلو اساسا. تمام. اللي بتلف 5 كيلو اللي بتلف 6 كيلو اللي بتلف 7 كيلو. اوزان مختلفه. اوزان مختلفه. احجام مختلفه وانواع مختلفه. في عدد عامله 35 و25 دي 35؟ ده عامل 30 ده 30 تمام واخد بالك؟ ده 30 ده نوع ايه يا عم السيد؟ 5 6 من 5 بص كده حضرتك احجام من 5 ل 6. في هنا واحد مشتري طبعا انت بتبيع على السكينه صح؟ ب 20 جنيه دي ب 20 جنيه دي ب 20 جنيه وادي الزبون واقف 5 ونص بطيخ ب 20 جنيه تمام 5 كيلو ونص بص حضرتك ب 20 جنيه استنى ارفع السؤال ادي البطيخه بص حضرتك البذره السوداء دي اصلا زبون المدينة يلف الدنيا عشان يلاقي البذرة السوداء دي ما يلاقيهاش. تمام. واخد بالك؟ تمام. عايز واحدة زيها؟ تمام. عامل ايه يا أستاذنا؟ ده صحتك؟ الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب. حرب ضد الغلاء. حد زعلك في حاجة هنا؟ لا يا عم باشا. الأسعار عاملة ايه؟ هم بيقولوا ضد الغلاء. تمام. تمام، طب أنت شايفها ايه حضرتك؟ نعم. أنت شايفها متمشية يعني ماشية مع الدنيا إن شاء ولا؟ زوجة حلوة ودنيا. كل سنة وحضرتك طيب. إن شاء الله وانصحى بالصحة. كل سنة وحضرتك طيب. أقعد عليكم بخير يا رب. وحضرتك ب 20 جنيه. تمام. 5 كيلو بطيخ ب 20 جنيه تمام نوعيات يا جماعه واشخاص مختلفه احنا بس حبينا نوضح الصوره طب حابب عم السيد مسؤول العماله هنا في المبادره احنا موليين وهنا مسؤول العماله في المبادره يلا تاني شرطة عدوات شرطة عدوات وب 20 جنيه 20 جنيه وب 20 جنيه وب 20 جنيه وتكسر وتدوى الزبون بعد المغرب قبل المغرب حرام مش كمان يسيبها ويمشي اللي صلى على النبي ايه؟ صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي عايز ايه تاني مني بس زي كده اللهم صل على النبي مش عايزها بلاش يبقى في بطيخ هنا اهوت 20 جنيه بطيخة بالضمان وفي بطيخ هنا على حسب النوعيات طبعا كل نوع وليه سعره يا جماعه وادي الاسعار المتاحه وادي الفيديو واقسم بالله اقسم بجلاله الله انا جاي مراقبه على انا طبعا المسؤول الاعلامي عن الحزب فعن المباريه فلي الحق ان انا نقتحم اي مكان نراقب عليه تبع الحزب ونتاكد ان الناس متمشيه على حسب القوانين والنصوص والمنهج اللي احنا حاطينه ولا لا. فادي الطبيعه اهيت ادي مبادره معا ضد الغلاء الناس كلها اتكلمت عليها عشان خاطر برضه يبقى في شفافيه في الامور. عايز تقول حاجه للناس كلها لاهل المدينه؟ حضرتك وضحت الصوره ووضحت كل حاجه. تمام. وضحت كل حاجه حضرتك ووضحت الكلام اللي عندي. واللي عايز يقول حاجه يقول هو المشوار مفتوح للكل اللي عايز يتكلم في حاجه يتكلمها انا عامل اقصى جهدي ان انا خلي بالك مش هخترع اسعار من عندي الاسعار طالعه ونازله اي نعم لكن ان انا عندي مصانع واخد بالك فاكهه ما بتتصنعش المهم ان احنا نكون اقل سعر في النبريه المهم ان احنا نكون اقل سعر في النبريه الله ينور عليك ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين كل عام وانتم بخير ودخلت العيد ان شاء الله واخد بالك هنعمل اقصى جهدنا ان احنا نوفر انظف الانواع والجوده ان شاء الله والاسعار وكل حاجه باذن الله ان شاء الله باذن الله كل سنه وحضراتكم طيبين كل سنه وانتم طيبين.